هذه ليست سيارة كلاسيكية، وإنما هي النسخة الكهربائية لمرسيدس بنز 280 SLC. نعتقد اعتقادا راسخا أنه يمكننا صنع سيارة أفضل من السيارة الأصلية إلى حد ما. بعض عشاق البنزين المتشددين يكرهوننا. شركة مونس البلجيكية تجعل سيارات مرسيدس الكلاسيكية من سلسلة 107 مناسبة للتنقل الحديث. كان مهماً جداً بالنسبة لنا أن نحافظ على شكل السيارة الأصلية. لم نرغب في بناء سيارة منافسة لتسلا. ومن ضمنها سيارة 280 SLC أو سيارة 350 الرياضية. نريد بالتأكيد الاحتفاظ بالشعور الكلاسيكي القديم في السيارة. لهذا عدلنا مثلاً عجلة القيادة إلى نظام توجيه معزز. كانت فكرة بسيطة. أنا رجل أعمل ورأيت أنه يمكن أن تكون سيارة مثيرة للاهتمام إذا صنعناها. وأفضل شيء بالنسبة لي هنا هو الجمع بين شغفي بالسيارات وخاصة سيارات مرسيدس وشغفي بالتحول في مجال الطاقة. هناك أناس يعتقدون أن ما نقوم به لا أخلاقي ولا ينبغي لنا أن نفعله، لكن مجتمعنا يتغير في اتجاه جديد تماماً، وعلينا أن نتساءل عن تأثير ذلك على السيارات القديمة. إن أردنا رؤيتها على الطرق علينا تحويلها إلى سيارات كهربائية. ولهذا الغرض يتم تفكيك السيارة الأصلية باستثناء هيكل السيارة العاري. يبدأ الأمر مع كل سيارة بالهيكل العاري. يتم تجديد السيارة كلياً، ولدينا نموذج ثلاثي الأبعاد للسيارة يمنحنا الأبعاد كلها بشكل دقيق، وهكذا نبدأ في تطوير كل جزء في السيارة. هذه السيارات صممت لغرض مختلف تماماً ولمجموعة نقل حركة مختلفة أيضاً، ولذا يتعين علينا إضافة قطع جديدة ليست مخصصة لهذه السيارة أصلاً. الأمر الأكثر تعقيداً هو تركيب كل ما نحتاجه داخل الهيكل. لدينا حزمة بطاريات في الأمام وحزمة بطاريات في الخلف. إنها الكتلة الأكبر وأثقل جزء، ويجب وضعها في الداخل. نحاول تقسيم الوزن على المحورين. نستخدم نقاط التثبيت الأصلية أيضاً للمحرك مثلاً. إنها طريقة جديدة تماماً للبناء. كل جزء من هذه الأجزاء المعروضة هنا تم تطويره بشكل خاص لذراع نقل السرعة مثلاً. هناك أيضاً أشياء بسيطة مثل كابلات الإمداد بالطاقة الكهربائية وخطوط التبريد الموجودة أسفل السيارة. نستخدم طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع هذه الأجزاء المرنة، وعندما نقوم بتجميعها معاً تصبح ثابتة بحيث لا تتدلى الكابلات أو تلمس أي شيء. ما السحر في هذا؟ ببساطة إنه مزيج من التصميم وجودة التصنيع. الجمال من نفق الرياح، تصميم متناغم وتكنولوجيا مثالية. هذه هي خصائص سيارة مرسيدس بنز 280 SL و 350 SL و 450 SL. توفر هذه السيارة الرياضية بمقعدين أعلى مستوى من الراحة والأمان. من حيث التصميم، كانت تعد سيارة كبيرة عند طرحها في السوق لأول مرة، وقد حققت نجاحاً كبيراً إذ بيعت جيداً لأكثر من 18 عاماً، محققة أعلى مبيعاتها في عام 1986. تعالج مرسيدس بنز مشكلة الأمان علاجاً جذرياً. تختبر المواد في اختبارات عديدة.
وتحرص البحوث والاختبارات العلمية على تطوير نظام الأمان دائماً. هذا يثبت أنه تصميم خالد، وقد بدأ بالفعل في فرض مكانته في السوق الحالية. سيارة تم تصميمها في أواخر الستينيات القرن الماضي، وكانت ما تزال جذابة في أواخر الثمانينات. إنه أمر فريد من نوعه. هناك سيارات قليلة نجحت في ذلك. يقرر الزبون ما نصنعه ونحدد التصميم معا. نجلس معا باستمرار ثم ننظر إلى عينات المواد، وفي النهاية نجمع كل شيء من مواد الألياف الدقيقة في السقف إلى الأقمشة والجلود هنا على المقاعد. في هذه السيارة لدينا شاحن بطاقة 22 كيلو واتًا. هذا يعني أنه يمكننا شحن السيارة شحناً كاملاً في غضون ساعتين، ولكن يمكن استخدام مقبس عادي للشحن أيضاً، وبعد ذلك يمكن في الصباح قيادتها لمدى يبلغ نحو 300 كيلومتر. لهذا الغرض تم إجراء اختبارات إضافية مع فريق فورمول 4 على حلبة زولدر في بلجيكا. هنا يمكننا اختبار المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة وكيف تتصرف على الحلبة حيث يمكن قيادتها بأقصى حدودها. نحن نقدم تجربة مختلفة تماماً عن التجربة الموجودة في السيارات الكلاسيكية القديمة. لا وجود لرائحة الوقود والزيت هنا. سيكون ذلك غريباً. لن أسمع الضوضاء التي يصدرها محرك الاحتراق الداخلي. إذن ما علينا، ونحن نقود هذه السيارة التي لا تصدر ضجيجاً كثيراً إلا أن نستمتع بها. يبدأ ثمن تكلفة إعادة التصميم الكاملة حتى يتم الانتهاء من كل شيء من 169 ألف يورو دون ضريبة القيمة المضافة بالطبع. هذا ليس ثمناً باهظاً. وماذا نحصل مقابل ذلك؟ نحصل في رأيي على سيارة لن تفقد قيمتها في المستقبل في سوق متنامية.